مرثية من أم وليد في زوجها عبد الحكيم رحمة الله تغشاه، الذي وافته المنية يوم الأحد بتاريخ 2/6/2018. غابوا معه غابت جميع التفاصيل، بالمختصر بعد حياتي مملة. يوم الأحد فيها لفتني مراسيل، جاني خبر بأن المنايا عن الله. غابوا معه غابت جميع التفاصيل، بالمختصر بعد حياتي مملة. يوم الأحد فيها لفتني مراسيل، جاني خبر بأن المنايا عن الله. مرحومي يا صوف وتكرام الرجاجيل، تشهد معاميله ويشهد محله. وبدين رجال كثير تهاليل، تقي نفس وعارف الدين كله. راعي صلاة وحافظ للتراتيل، سنة محمد له هدايا ومله. ومن رحمته يا ما عطانا شهاليل، ويا ما عطانا نفح ورده وفله. لو غاب عن عيني سنين مقابيل، ما غاب طيفه عن عيون بكلا. عليه أم وليد دمعها هماليل، دمع الغلا بين المحاجر نهلا. أبكي على فرقه لا تالي الليل، مرضت من فرقاه من غير علة. يا الله يا من شمزون المخايل، يا ملتجى يا غافر كل زلة. تكتب لها الجنة بيسر وتساهيل، بالآخرة يا الله تجمل سجلا. في روضة الجنة ونعم المداهيل، يا رب في ظل عرشك تظله.